أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم إبراهيم رضوان موجه الرياض بإدارة الخليفة أو المقطم. إن شاء الله هنراجع مع بعض مادة الاستاتيكا. وقبل ما نبدأ المراجعة ناخد فكرة سريعة عن نظام الامتحان. الامتحان زي ما احنا عارفين أيضا خمس أسئلة. على أساس إن السؤال الأول هيكون إجباري وفي نفس الوقت بيبقى موضوعي. موضوعي بمعنى هيكون عبارة عن أجمل أو اختيار من متعدد. وده بيحتوي على ست فقرات. والإجمالي الدرجات بيكون ست درجات. ده كده السؤال الأول. السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس كل واحد بيتكون من فقرتين ألف وب. وكل سؤال بثمان درجات. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى الطالب هيختار ثلاثة من الأربعة. يبقى هيكون هيقول لك أجب عن ثلاثة مما يأتي. طبعا مع ملاحظة إن لما يقول لك أجب عن ثلاثة مما يأتي ما يجيش واحد مختار به مثلا من ثلاثة وألف من ايه؟ من أربعة ويشكل سؤال لنفسه. لا، لابد أن تكون السؤال كامل كما هو في ورقة الايه؟ في ورقة الايه؟ الأسئلة. ده كده البداية. انت ايه المطلوب منك حاليا في الفترة اللي احنا فيها؟ انت الحمد لله ذاكرت وفهمت وحليت وطبقت وعملت كل حاجة، لكن الفترة الأخيرة دي تبقى ليها دور كبير جدا انك انت تحاول تحصل على الدرجة النهائية في الامتحان ان شاء الله. احنا بنحاول نساعدك بقدر المستطاع. احنا عندنا جزئين في المنهج. الجزء الاول دايما دي بنعتبرها مهمة جدا، المعلومات اللي موجودة عندك هل المعلومات دي ثابتة عندك؟ يعني انت فاهم يعني مثلا ازوم، عارف ازوم يعني ايه؟ قواعد الازوم عارفها؟ ازدواج، عارف ازدواج يعني ايه؟ الاتزان العام. كل الكلام ده لازم يبقى متوفر عندك. ثانيا طرق الحل، ثانيا طرق الايه؟ الحل. ودي اللي احنا بنوظف بيها المعلومات بتاعتنا. كمان مش هنسى اقول لك ان المعلومات دي مش شرط بس المعلومات اللي انت خدتها هذا العام. هتجد نفسك محتاج لمعلومات كتيره قبل كده. ليه؟ لان انت في نهايه مرحله ما قبل التعليم الجامعي. وبالتالي ما دام في نهايه المرحله يبقى انا لما بمشي في طريق واجي في نهايته يبقى انا مريت على كل اجزاء الطريق. يبقى نفس الكلام اللي معانا هنا في نهايه مرحله. يبقى اذا لابد تكون جميع معلوماتك جاهزة إن شاء الله تعالى.